مرحبا معكم اختصاصية التغذية كليا داهر، واليوم رح نحكي عن العناصر الغذائية اللي موجودة بالحليب الجراس فيد بكمية أعلى بكتير من الحليب العادي. الحليب الجراس فيد بيحتوي على كمية فيتامينات ومعادن عالية جدا، ومن بيناتها مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم، الفيتامين إي، البيتا كاروتين والفيتامين إي. وكمان بيحتوي على عناصر غذائية بتحمي الأعضاء والخلايا بالجسم مثل الفيتامين بي 2، الفيتامين بي 12، البيوتين، الفوسفورس، الأيودين، الفيتامين دي، السي ال اي والأوميغا 3. والحليب هو الغذاء الوحيد اللي يعتبر كامل كونه بيحتوي على بروتين، على دهون وعلى نشويات. وإذا كان مصدره طبيعي، أي البقر ترعى على مزارع طبيعية دون أي تدخل خارجي وفيها تتحرك بحرية، أي الحليب جراس فيد بيكون الغذاء اللي موجود فيه أحسن بكتير لإلنا.